الأوعية الداخلية الآمنة بالنسبة للناس، وإيه اللي يخليها تجذب الناس أكثر عن مسألة إنه أروح أحط فلوسي مع واحد ما ببقاش في الأول عارف إنه نصاب، يعني أستثمر معاه لأنه بيكسبني بفوائد مثلا 50% و60% في الأول؟ طيب، هو في البداية أنا وجهة نظري يعني إنه عشان نعرف إيه هي الاختيارات اللي قدامنا كناس عادية، يعني إيه الاختيارات اللي قدامنا نحط فيها فلوسنا، محتاجين نفهم الأول هو ليه الناس بتعمل في نفسها كده. إن بناء على الإجابات دي هنقدر نحدد القنوات الاستثمارية أو الطرق الاستثمارية اللي ممكن هم يمشوا فيها. فلما أنا بصيت للظاهرة دي، وهي ظاهرة نفسية أكتر منها اقتصادية، يعني صحيح، أنت بتلاقي عدة احتمالات، يعني والاحتمالات اللي انا هقولها دي مش بتنطبق على كل الناس اللي اتنصب عليها او اللي وقعت ضحيه للموضوع ده، يعني اجزاء، جزء بيطبق عليه الاحتمال ده، جزء بيطبق عليه الاحتمال ده. ففي جزء مثلا شايف انه التعامل مع البنوك حرام اصلا من بابه كده، ده ليه معالجه، فده ليه طريقه هنقول له بديل ليها يبقى عامل ازاي. عشان كده قلت السبب مهم نفهمه اصلا هو بيعمل كده ليه. تمام. في واحد شايف انها حرام، ده اول واحد. في واحد مش عايز اصلا ينكشف على الحكومه، يعني مش عايز مدخراته وثروته تبقى معروفه عند الحكومه، لان هو خايف من حاجات كتيره، خايف مثلا من الضرايب. سعيد وجه بحري كله كده مثلا، خايف من الضرايب اغلبه يعني. ثلاثه، ان الفلوس دي اصلا مش شرعيه. اصلا هو ده مش هنعرف نقول له حل حلول اصلا. مش عارف، ما عنديش حل ليه. هو ان فلوسه اصلا دي مصدرها مش شرعي، غير قانوني، جايبها بقى من تجاره اثار، تجاره سلاح، تجاره مخدرات، اي تجاره غير شرعيه. والحقيقه ده ما يهمناش، هو ده القانون هياخد مجراه معاه. احنا بنتكلم عن الناس الشباب والاسر المصريه اللي وصلت لثالث بيكون احتمال. عندهم مدخرات وفعلا عايزين يستثمروها، لكن للاسف هم بيقعوا في فخ مساله النصب. لا، هم مش بيقعوا، هم بيروحوا بارادتهم الحره. بس عايز اكمل برضه بتروح الاحتمالات، في ناس بتوقع يعني. ما اظن، يعني مش عارف، بس انا اصلا قابلت ناس كتير منهم، يعني مش شايف ان في حد منهم ناقص الاهليه والعقل والرزانه والمخ اللي يخليه يروح بارادته الحره، اللي يخليه يروح وهو مش في ارادته الحره ان هو يعمل ده. احنا برضه على مدار الحلقه كنا بنتكلم على الطرق المبتكره في النصب. احنا بعد ما بنعرف الطريقه بنقول انها طريقه سهله، زي مساله مثلا البنوك وحساباتك الشخصيه ومعلوماتك الشخصيه اللي في البنك. دلوقتي بقينا كلنا عارفين الحيله دي، لكن في الاول في ناس انخرعت بالفعل فيها. مظبوط. في بقى نوع من الناس هو اصلا مش عايز يبذل مجهود. فلو حضرتك مثلا قلت له ان هو يروح يعمل مشروع صغير ولا اي ورشه ولا اي حاجه، او ياخد باله من الارض بتاعته مثلا، هو مش عايز يبذل مجهود. وفي بقى نوع خامس هو اصلا عايز، هو جشع، هو عايز ربح ضخم جدا، هو مش مكفيه او مش مرضي بالارباح اللي موجوده في السوق، اللي هي مثلا في البنك 18%، في الذهب، في اي سلعه معينه في السوق، في التجاره نفسها، هو مش راضي بده. فهو بيروح لاي حد بيقول له ان انا هقول لك هدي لك ارباح كبيره جدا، فهو جشع، هو طماع. فدي انواع، دي الاسباب الخمسه من وجهه نظري اللي بتودي الناس للسكه دي. طب احنا عرضنا هذه الحالات، احنا بقى جايين حضرتك عشان نعرف الحلول بالزبط. ما هي البدائل الامنه؟ هل مشروعات صغيره؟ هل حطها في البنك؟ هل اوظفها بشكل سليم؟ ازاي انا هقول لحضرتك انوع كمان، ودي مهمه جدا، لان في ناس بتبيع الجاموسه وبتبيع البيت وبتبيع ذهب امها علشان تحط. فازاي ما احطش البيت كله في صراحه؟ ده النصائح الامنه يا استاذ محمد. بالظبط كده بقى، هو ده بقى بناء على هذه الاسباب. ايوه، ايه بقى هي بقى الحلول، النصائح؟ اولا الناس دي، عشان بس ما نبعدش عن 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 التراك اللي احنا ماشيين فيه، الناس دي اصلا داخله في القصه دي عشان مش عايزين يبذلوا مجهود. هم اصلا مش عايزين يبذلوا مجهود في الموضوع. ففكره ان هو يروح يعمل مشروع دي مش مطروحه اصلا. هو عايز يحط فلوسه في حاجه ليس بها مجهود، ان هو مكمل في حياته عادي، مكمل في شغله، في وظيفته، مكمل في حياته العاديه، وبيحط فلوسه على جنب، مدخراته دي يحطها على جنب في حاجه بتجيب له عائد بدون ما هو يبذل مجهود. عقارات يعني؟ ما احنا بقى هنقول اختيارات كتيره، بس العقارات مش على، يعني مش بنطلقها على علتها، يعني بالظبط، لان العقارات دي قصه كبيره برضه. بالظبط. بس هو الاختيار الاول، الاختيار الاول الرقم واحد الامن اللي هو زيرو ريسك هو البنوك. الناس بقى اللي شايفه ان البنوك حرام، انا من وجهه نظري ان احنا نتوقف عن مجادلتها، لانه لا فيش امل، مفيش امل من ان احنا ندخل نخبط في الحيطه ونتكلم من الازهر فيها كتير وفرق الفرق. مفيش امل، لا خلاص الموضوع ده انا بالنسبه لي ده انا فقدت الامل فيه، ان احنا نعرف ندخل نتجادل مع الناس دي. بالزبط. حتى لو جبت لهم الازهر ودار الافتاء،
هم مقتنعين باللي هم مقتنعين بيه. طب ايه الحل بقى؟ الحل ان البنوك الاسلاميه تشتغل. صحيح. البنوك الاسلاميه مش بتشتغلش، حكومي ولا خاص، اجنبي ولا محلي ولا مصري ولا عربي، ما بيشتغلش. مفيش حد بيشتغل. وعشان ما حد برضه يتريق عليا يقول انت بتقول اجنبي واسلامي، لا ما هي بريطانيا اكبر سوق للصكوك الاسلاميه فمالهاش علاقه، هو بنك حتى ممكن يكون بنك بريطاني بيقدم منتجات اسلاميه بنكيه عادي يعني. ليه ما بتشتغلش؟ فمحدش هم مش بيشتغلوا. طب اقول لحضرتك حاجه، الشهاده اللي تم طرحها اللي هي 18% اللي طرحت في البنك الاهلي ومصر، ليه ما تمش طرح منتج اسلامي شبيه بيها، عائد مرتفع برضو، عائد قياسي، بس ما هي البنوك الاسلاميه ومعلوماتي وصححها لو انا غلطان، فضل. ما بتديكش فايده ثابته، مظبوط، بتديك فايده متغيره بناء على استثمارها في اكتر من مجال. مظبوط مظبوط. وده الفرق بينها وما بين ما هو طالما الناس، ما هو الناس لازم تطمن، الناس دي فئه دي من الناس لازم هو خلاص هيلقي المسؤوليه على البنك الاسلامي ده. اي بنك بقى بدون ما نقول اسامي او اعلانات يعني، اي بنك بنوك كتير خلاص هو بيختار هو الطريقه السليمه لتوظيف اموال. بالظبط كده. فالبنك هو امن. لو حضرتك بتسالي ايه بقى امن حاجه ما فيهاش مجهود وفي نفس الوقت زيرو ريسك ومفيش ضرايب بتتفرض على الفلوس دي وهتحقق لي عائد وانا قاعد في البيت بدون مجهود، ايه الحاجه الوحيده اللي بتنطبق عليها دي في الاربع صفات دي؟ البنوك. طب انا مش بحب اتعامل مع البنوك عشان شايفها ربويه، يبقى هنا اروح للبنوك الاسلاميه. يبقى هنا دور البنوك الاسلاميه، حضرتك بتعايز تحمل المسؤوليه لحد دلوقتي ان هو مش متماشي مع السوق ومش عايش معانا او مش شايف ايه اللي بيحصل، مش شايف العرض والطلب اللي بيحصل والظواهر الجديده اللي بتظهر في المجتمع. البنوك الاسلاميه في نقطه مهمه قبل ما ننتقل ليها، انه مستحيل الدوله تضع يدها على فلوسك في البنوك. مستحيل ده يحصل، مش هيحصل هو أبداً. مش تضع يدها، هي تعرف ولا تعرف كام. ولا تعرف ولا تعرف، مستحيل، مش هيحصل. ده امر له علاقه بال ولا الضرايب البنك المركزي قالها كتير كتير عشان دي طلعت بقى هنا بقى. حضرتك ممكن احيلك المركز الاعلامي لمجلس الوزراء وهنا نفى الشائعه دي مرارا في اخر اربع سنين اتكلم عليها، والبنك المركزي رد وقال كذا مره انه من المستحيل ان احنا نطلع على حسابات حد او نفتحها الا لو في اذن قضائي. اذن قضائي مسبب، اذن قضائي مسبب. فانت لازم ده انت كده بقى انت عملت مصيبه يعني، مش مصيبه يعني، بس في قضيه بقى كبيره وفي اوراق ضدك واتهامات يعني، فلازم ثقة نعرف في النظام المصرفي. بالظبط كده. لكن ده مش هيحصل ابدا يعني على اي ناس كده تتفتح حساباتك ويتعرف. فدي مساله الثقه، بس هي تتبنى على عبر سنين برضو. دي حاجه. في بقى ثالث حاجه، لو حضرتك بقى برضو بتحمل المسؤوليات عايز تعرف فين قص المشكله برضو. احنا قلنا البنوك الاسلاميه مش بتقوم بدورها، طيب مين تاني مش بيقوم بدوره من وجهه نظري؟ يعني الاقتصاديين في مصر، الاقتصاديين اللي زيي والمؤسسات الاقتصاديه. احنا مش بنقوم بدورنا بمعنى ايه؟ انه الناس في بقى جزء من الناس مش كلهم من اللي بيتنصب عليهم ليس لديهم المعلومه اصلا. هم مش عارفين انه هو عنده اختيار اخر غير ان هو يروح للنصاب الكذاب ده ولا الحرامي ده. هو ما كانش عارف. هم ناس غلابه وناس مش مطلعه على التكنولوجيا والانترنت، كلام الاقتصاد بالنسبه لهم كلام معقد. بالظبط. هو مش عارف ايه استثمار اصلا يعني، بالنسبه له الكلام ده هو هيدي فلوس لواحد يشغلهم. بالظبط. هو كده بالحب كده. انا واحد قال لي، صاحب صاحبي وقريبي قال ان ده كويس وبيشتغل مش عارف في المواشي خلاص بتمشي كده بالحب كده وبالعائلات وبالصحاب وبالمعارف وبالورد اوف ماوس ماركتنج ماشيه كده. فهو احنا اولا لازم نعرف نتكلم معاهم ازاي. انا طبعا انا لا اصلح ان اتكلم معاهم، لازم حد شبههم يتكلم معاهم عشان يعرف يعني فاهم دماغهم، فاهم البيئه، يبقى جاي من البيئه.